السلام عليكم إخوتي أخواتي مشاهدي قناة المهدي. اليوم وياكم في برنامج وردة مهدوية. هذا البرنامج نسعى من خلاله أنه نقدم وردة لكل شخص يذكر فيه الإمام صاحب العصر والزمان. فرافقونا. يا مهدي ارجع لينا بليلة عيد، خلينا نبارك أكثر نفرح ونزيد. يا مهدي ارجع لينا بليلة عيد، خلينا نبارك أكثر نفرح ونزيد. يا مهدي ارجع لينا، خلينا نبارك أكثر نفرح ونزيد. أولا بالأعمال، وثانيا بعلاقتنا بمحمد وآل محمد، لأنهم الوسيلة إلى الله. چشما پاک، دروغ نگیم، به هم دیگه خیانت نکنیم، کمک به یکدیگر بکنیم. والله نتبع النهج اللي سار على أمة أهل البيت بالدعاء له بالظهور، بالمواظبة على أوقات الصلاة، بالعبادات، توبة وبرگشتن به راه خداوند متعال و استقامت و صبر در مصیبتها و ظلمهای این عصر و زمان است. بأعمالنا دعاء الندبة، صلاة الليل، بمنع الغيبة عن الناس، بالكلام الطيب، إذا أكو صلة رحم توصله، إذا أكو عداوة تنهيها، ترك النميمة، ترك الأحقاد، ترك گناه معصیت، دوری از گناه و معصیت هستش که با گناه نکردن میتونیم امام زمان رو شاد کنیم که دل امام زمان شاد بشه. این بهترین راهیه که فقط گناه نکنیم. التقرب الى الله سبحانه وتعالى والطاعه ومساعده الفقير والمحتاج، في ان نكون من العفيفين، من المؤمنين، من المقتدين بسنه النبي واله الطيبين الطاهرين، وبالتعلق الحقيقي والواقعي بالأئمة الأطهار، وهم لنا سنة ومقتدى، وهو هذا الذي يأمله منا، أن نكون جندا له مجندين ساعة ينادينا أو يطلب منا، فنكون على أتم الاستعداد. وإنما يكون ذلك بأن نكون إنسانا مؤمنا خالصا لله ولرسوله ولأئمة أهل البيت. اني خلصنا من الظلم ومن الطغاة، بداد حمي الشياها برسه، كمك كل الشياها كنه، يخلصنا من هذه الغمة ويفرج عن جميع البلدان الإسلامية إن شاء الله. يعجل رب العالمين فرج الشريف، وإحنا نكون من أنصاره طبعا وخدام إله. انتقام جيرانديه خون شهداء كربلاء الزهراء إن شاء الله بياد بهم راحت. تقرب لمحمد وآل محمد وتعجيل فرج مولاي صاحب العصر والزمان للخلاص من الظلم والمظلومية التي نعيشها في وقتنا الحاضر. أريد الشفاعة في الآخرة إن شاء الله. أن ينشر العدل في الأرض المعمورة كافة، وأن يأخذ بثار أهله وآبائه الأطهار، وأن يأخذ وينادي يا لثارات الحسين عليه السلام، إذ أنه أول ما يظهر صلوات الله وسلامه عليه يسند ظهره إلى الكعبة المشرفة وينادي بنداء يسمعه القاصي والداني. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يظهر المولى عجل على فرجه الشريف، ليملأ الأرض قسطا وعدلا. وأكو مثل كلش حلو عندنا، أو ردة شعبية دائما ردها، ويظهر يا المهدي وصفيها وشوف الشيعة صاير بها، وشوف الشيعة صاير بها. إذن إخواني، انتقلنا بين مجموعة من الإخوة والأخوات الذين أرادوا أن يخدموا الإمام صاحب العصر والزمان، كل حسب فهمه وإرادته وتوفيقاته الإلهية، وقدمنا لكل منهم وردة. نسأل الله تعالى أن تكون هذه الوردة أثراً طيباً من الولادات الشعبانية. يا مهدي ارجع لينا بليلة عيد، خلينا نبارك أكثر نفرح ونزيد. يا مهدي ارجع لنا بليلة عيد، خلينا
علينا كل قلوب المنشرحة موعودي فيك كل قلوب المنشرحة موعودي فيك تدعي لليل طولت الأجر يزيد يا مهدي ارجع علينا إلى هنا تنتهي وقفتنا هذه من برنامج وردة مهدوية. إلى حلقات أخرى نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته.